نبذهم الله جل وعلا في اليم فغرقوا. فكان جبرائيل عليه السلام يدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول فرعون كلمة يستدر بها رحمة الله، وهذا يدل على أن رحمة الله ربما استدرها العبد بجميل وعظيم وانكسار العبارات، لأن جبرائيل من أعلم الخلق بالله، فهو يعلم أنه قد يوفق فرعون لكلمة يستدر بها رحمة الله، وقد طوى جبرائيل في قلبه على بغض فرعون، قال يا محمد ما أبغضت أحدا من الخلق بغضي لفرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، ما أبغضت أحدا من الخلق بغضي لفرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى، فأبغضه، فبغضه لفرعون جعله يدس الوحل والطين في فمه حتى يغرق ولا ينطق بكلمة يستدر بها رحمة الله. إذا فقهنا هذا فإن معنى ذلك أن ثمة كلمات لو أراد الله بنا خيرا عسى الله أن يريد بنا ذلك يرحمنا الله بها، نقولها فيرحمنا الله. فتتبع الآثار النبوية في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أمثالها من الأدعية. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل، أمثال هذا وهذا يرجى أن تستدر به رحمة الله. وقد ذكر المؤرخون أن الحجاج بن يوسف بعث إلى الحسن البصري لما بلغه كلاما عنه وأراد أن يقتله، وأحضر السيف والجلاد والنطع، أي المكان الجلد الذي يقتل عليه من يراد قتله، فبعث إلى الحسن وهو لم يتردد لحظة في أن يقتله، فلما دخل الحسن البصري مع الباب حرك شفتيه، فتنبه البواب الحاجب تنبه لتحريك الحسن لشفتيه، فلما دخل الحسن تغير الحجاج عما كان يريده وأخذ يحتفي بالحسن ويكرمه ويقول ها هنا يا أبا سعيد ها هنا يا أبا سعيد، ويسأله ويعجب من علمه، ثم طيبه قبل أن يفارقه. فلما خرج تبع الحاجب أبا سعيد، تبع الحسن، قال يا أبا سعيد والله ما دعاك الحجاج ليكرمك ولا ليسألك، لكنني رأيتك عندما دخلت مع الباب حركت شفتيك، فما كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا أي الحسن استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها، استدر رحمة الله ونصره بهذه الكلمات التي وفقه الله جل وعلا إليها. فكان جبريل يصنع ذلك الصنيعة بفرعون حتى لا يرزق فرعون رحمة من الله.